السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي اخواتي المغاربة الكرام. فيديو جديد على قلعة بني حماد اللي الجزائريين كيحطوها كيقارنوها مع الكتبية وحسان القرويين. هي هذه شوها خربة واقفة بوحدها مخلوعة في الخلا، حتى الترميم ديالها مستحيل لبعد المسافة وما داير بها والو. هادشي ما يعرفوش الجزائريين. هادشي شوفوا شو ما عم حطينا لا خير لا من اول موحدين. هادي كاينه في فلسطين الكتبيه ديال مراكش اللي سرقوها شحال هادي، وحطين القلعه ديالهم حسان والمنصوره طبعا اللي بنوها المارينيين. ولكن شوف الكارثه، قلعه حماد، قلعه بني حماد بالجزائر اقدم صومعه. كيفاش اقدم صومعه ومنارة في العالم الاسلامي؟ كيفاش هذه قلعه تسمى قلعه وليست بصومعه؟ لانها ليست بمسجد وليست بمناره. هنا كيبان لك مساكن الله يشافيهم. هادشي اللي غنقول، اش كدير الخربه ديالك مع هذا الشيء؟ مع التحف المعماريه الرائعه العالميه، شنو كدير الخربه ديالك مع الكتبيه مع حسان؟ خربة. شوفوا شوف حسان كاين في الرباط الكتبية قلعة وكيعاودها عاوتاني هذا اللي مصوب هذا الشيء. طبعا هذا غير شي واحد هاوي عنده عقدة من التاريخ، قال لك صومعة قلعت. كيف صومعة قلعت؟ هذه راه قلعة، مجرد قلعة. شكروا خوتكم التوانسة أنهم بنوها لكم، شكروا التوانسة أنهم بنوا لكم هذه القلعة هذه. هاد بني حماد طبعا ولاد عم الزيريين، الزيريين طبعا اللي كاينين في القيروان تونس. كتجيو كتقارن ليا هاد القلعة مع الكتبية، تحفة معمارية شامخة، وأي واحد كيحط راسو في المقارنة راه كتعرفو أنه ضعيف. المهم أخوتي راه هي هاد القلعة ديالهم، هي هادي وبناوها لهم غير التوانسة سنة 1007. ولكن إلى جينا ندخلوا للصحيح، أقدم جامعة في العالم القرويين 859، التفاصيل والدقة ديال المعمار المغربي. شوفوا الأنامل المغربية في القرن التاسع شنو كدير، هادشي طبعا سيونس فيكسيون. يلا خوتي السلام عليكم، ديما مغرب الله الوطن الملك.